السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بغيوش اللي كيجيو خفاف ورطبين وهشاش وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وناجحة 100%. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا سر نجاح البغيوش. وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش لي لايك. وبالنسبة للمشاهدين اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كنقول لهم ضغطوا على زر الاشتراك، صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهذا البغيوش غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الفرص، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره الفوريه او خميره العجينه، جوج اكياس ديال الفاني، معلقه ديال الزنجلان، معلقه ديال النافع، كيس ديال الخميره ديال الكيماويه او بيكن باودر، عندي هنا جوج البيضات، 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده. بالنسبه للسنيده على حسب المذاق، اللي كيبغي السنيده يزيد واللي ما كيبغيش يقلل شويه. عندنا هنا جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه، واحد 3 المعالق ديال زيت المائده، وعندنا الحليب دافي باش غنجمعوا العجينه. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الطحين، قلنا هنا عندي نص كيلو يعني 500 غرام ديال دقيق الفرص اللي غربلته بطبيعة الحال. غنضيف سنيدة، جوج اكياس ديال الفاني، معلقه ديال الخميره الفوريه. بالنسبه للخميره الا كان الجو بارد كتضيفوا شي شويش. عندي هنا الزبده دايبه، قلنا جوج معالق الملحه، زيت المائده، قلنا هنا عندي واحد 3 ديال المعالق. غنضيف الزنجلان والنافع منقيين بطبيعه الحال، البيض، الخميرة الكيماوية أو بيكنج باودر. نخلط هذا الشيء كامل، نخلط هاد العناصر كاملة اللي عندي هنا. وغادي نضيف الحليب الدافي. بالنسبه للحليب انا هنا راكم شفتوا عندي كاس ديال كبير ديال الحليب، نتوما على حسب العجين. دائما الحليب واخا نعطيكم واحد القياس نتوما كتشوفوا على حسب العجينه. بالنسبه للعجينه ديال هذا البغيوش خصها تكون خفيفه خفيفه، تتحسوا بها كتلصق لكم في يدكم، يعني خفيفه بزاف. نتوما عندكم ميزانكم، نتوما كتجمعوا العجينه وكتشوفوا الا خاصكم الحليب تزيدوا. دابا غندير هذا العجينه ديالي تدلك، انا غنعجنها في العجانه الكهربائيه حتى تدلك لي مزيان مزيان، عاد نرجع عندكم. ها هي العجينه ديالي بعد ما دلكات كتجي على هذا الشكل. هذا ها كما قلت لكم ها هو القوام ديالها، كتجي كتلصق، خصها ولا بدا ما تكونش قاصحه، تكون هكا مخوفه. صافي دلكتها مزيان مزيان كما كتشوفوا. ودابا غنوضعها في واحد الاناء. وضعت العجين ديالي في هذا الاناء كما كتشوفوا. دابا غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى تخمى مزيان وضعت الحجم ديالها ونرجع عندكم. بعد ما خمرت العجينه ديالي غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت روميه. غادي نبدا نشكل الكريسات، نتوما على حسب القياس اللي بغيتو. الا بغيتوهم هي صغار دي ميني بغيوش ولا كبار غنعملهم على هذا القياس هذا. صافي ونحط في البلاطو اللي غندخل الفران. انا عملت فيه هنايا بابي كويسون. صافي نبدا كنشكل في هاد القريصات هادو
لهذا القياس هذا، ونحاولوا نبعدهم شي شويش في البلاطو من حيث مازال غادي يتنفخوا، غادي يخمروا ويتنفخوا باش ما يتلصقوناش. نحاولوا نبعدوهم بهكذا. غادي نستمر انا حتى نكمل هذا العجين اللي عندي كامل ونرجع عندكم. غادي نخلي البغيوش ديالي يخمروا مزيان ويطلعوا مزيان ويتنفخوا وعاد نرجع عندكم ان شاء الله. البغيوش ديالي ها هو خمر مزيان وطلع كما كتشوفوا. دابا غناخذ بيضه غنضيف عليها واحد المعلقه ديال الحليب وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان صافي، ونطربهم مزيان باش غادي ندهن بهم الوجه ديال هاد البغيوش. صافي دابا غادي ندهن الوجه د هاد لي بغيوش ونحاول هي بشويش باش ما يهبطوناش من حيت راهم خمروا مزيان. نحاولوا معاهم هي بشويه، نحاولوا ما نضغطوش باش ما يهبطوناش. ايه هكذا بعد ما دهنتهم دابا غادي نزينهم بالزبده. نزينهم بالزبده هكذا من الفوق. الفران ديالي رانا سخنته على 180 درجه. دابا ندخلهم يطيبوا من التحت ومن الفوق حتى يتحمروا مزيان ونرجع عندكم. هذا هو الشكل النهائي اللي بغيوش ديالنا من بعد ما طابوا. كيجيو هكذا كما كتشوفوا محمرين من الجهتين بجوج، وهشاش وخفاف ورطبين. ها انتما كما كتشوفوا رطب وقطنيين من الداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم وتقدموهم لوليداتكم بالصحة والراحة. انا نحل معكم شي وحيده تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. ها انتما كي كيجيو هشاش بزاف، وحتى البنه كيجيو لذاذ وزويونين ومقادير كما شفتوا اللي هي بسيطه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار ما تبخلوش عليا بلي لايك، وتخليوا لي تعليقاتكم اللي كتشجعني وتخليني نزيد للقدام. والناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره كنقول لهم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، صابوني اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.